انا عرفت ان انت بتبات في القياده اليومين دول، قلت اجيلك حتى لو نايم هصحيك. عامل ايه يا عبد اللطيف؟ الحمد لله. تعالى هون. انا جاي لك يا جمال علشان اقول لك ان انا واقف جنبك وجنب الجيش. متشكر يا عبد اللطيف. بجد يا جمال، احنا مش في وقت زعل او خصام ولا حتى ان احنا نلوم بعض ونتعاتب. انا جاي لك علشان اقول لك تشوف انه سلاح محتاج لي في الوقت الحالي. اعتبرني عسكري عندك، انت عارف ان انا مستعد اقف مع الجيش لحد خط النار، وانت عارف كده كويس. ما تحرمنيش من الشرف ده يا جمال. ده العشاء يا عبد اللطيف، انت راجل اصيل.